أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية. أوضحت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34,904 من الشهداء و 78,514 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.